البارح بالليل جاو عندنا قالوا لنا راه الدار الى السقوط غادي يطيح خاصكم تخرجوا. جاو ركبوا لنا الحديد على برا وقالوا لنا تسناو غادي نجيو نركبوا الحديد في البروميير الفوق. طلعوا البروميير بغاو يلصقوا الحديد ما بغاش يلصق لهم. عودوا عندنا قالنا دابا غادي تخرجوا الدار غادي يطيح. خرجنا الحوايج ديالنا للزنقه قالنا غنعطيوكم واحد الشيك ديال 9000 درهم يتم الاتصال به نهار اثنين ان شاء الله ناخذوه. و 9000 درهم قال لك باش تمشي تكري بها وكان بغينا نعرفوا غير الوقت شحال غنبقاو كاريين باش يعطيونا السكن ديالنا. دابا حنا راه في الزنقه المدرسه ديال الدراري هي حدانا ما نقدرش نمشي ندي الدراري لشي بلاصه اخرى ونكري لهم ما يمكنش. دابا تفيق هنايا مع 7 الصباح يلاه تلبس الوليدات تخرجوا مع 8 إذا سكنت في شي بلاصه بعيده مع عشرة تفيقهم والثمانيه كتجي بالليل باقا الظلمه واش الدراري كيفاش غندير لهم. داروا معنا حتى نهار الاثنين نهار الاثنين قال لك غادي يفتحوا معنا الدوسي ويديروا لنا الدوسي. وهادي هنا كاينين الفوق كاينين جوج ديال العائلات العائله ديال عبد القادر فويتح والعائله ديال نور الدين وكاين الاخ ديالهم الفوق في السطح. اما باش يجيبوا هذاك النيبلوز ديال الشوارع ماشي ديال الاحياء الشعبيه. اول حاجه هذه الدكاكه راه كتهرس حتى القوادس ديال واد الحار ها وحده. علاش فيها الثقل؟ حنا عندنا بوطويل زنقه تقول ميما 3 طن ونص هي كتجي فيها 7 طن راه بالسيف ما تجرحي. عندهم كونترا ديال دار وحده طيحوا دار وحده متفقين معاهم حنا نديروا اجراءات معاهم. اما باش يجيب النيبلوز ويطول لها سنانها ويضرب الدار الاولى ويطرق معاها الثانيه جاي يصلحوا الثانيه دخلوا في الثالثه دخلوا في الرابعه. هاي دابا كونترا ديال وحده فيها 4 ديور ما فهمتش. دابا انا هذوك الناس هذو ولاو متشردين. انا عندي دار ربت عليا دار في جنبي ودخلت طوبه عدت البنتي سبعه.